Peggy 18. ياو السلام عليكم شباب كان حاطيم بوبو العرب وفيديو جديد لباتل 4 شرح طبعا قلت بشرح الكماندر واخيرا نزلنا فيديو وسامحوني يا شباب على سحبة الخمس ايام هذي، زد ما علينا. بسم الله نبدأ نبدأ بسرعة على طول كذا. طبعا تشوفون يا شباب تحت عندكم الخيارات اللي ممكن تسويها سلكت تحت اي وهايد منيو والزوم وهذي كلها بشرحها الحين، بس اول شي نقول سلكت اذا ضغطت اللي هو الاي طبعا تختلف من جهاز لجهاز بس يفتح لك القائمة اللي في النص هذي تشوفونها، النجمة اللي فوق هذي اللي اسمها بروكسي اتاك. خلاص هذه بس هذه بس تسوي شي شيء بسيط على الكماندر الكماندر اللي ضدك هذه ممكن تسوي له زي ما تقولون زي الاي ام بي ما يمدي يستخدم اي شيء لفتره كذا 15 ثانيه بعد ما تخلص 15 ثانيه يبدا عدو يتحرك يقدر يسوي اللي يبي وهو يقدر نفس الشيء يستخدم عليك فنعم طيب ننتقل اللي بعدها اللي زي الساعه هذه الايفيك اوردر طيب هذه اه مثلا لو كان بيجي مثلا استرايك قصف مثلا من اه من عدوك ولا مثلا اه مثلا اخوياك في مكان مثلا خطر ولا واحد من اخوياك قاعد في مكان كله اعداء فانت حط تحط هذا شو اسمه تحط هذا هذا الليفيك اوردر على المكان اللي هو فيه خويك علشان ممكن يطلع فيطلع على زي زي التحذير اه يقول له عرفتوا اللي, اللي مسافته 30 متر فيحاول يطلع من المنطقه هاي ال 30 متر فيعني في هو من اول ما تحطه انت في المكان اللي هو قاعد فيه بالضبط يطلع له واحد الى ما يوصل اخر شيء يطلع 30 بعدين يطلع من الدائره هذه دائره 30 متر يطلع خلاص هو ما عليه خطر يعني هو زي التحذير بس انت تقدر تسويه فنعم اللي بعده اللي هو اللي بعده اللي هو الاي ام بي الاي ام بي هذا الشيء رهيب صراحه ينفع مع اشياء كثير ممكن تخرب على غيرك الرادار لان يعني في شيء اسمه رادار اللي تحت هذا احنا نشرحه أه تخرب الرادار لو يجي هنا صاروخ واحد ضدك راح تخرب عليه الصاروخ سوي أه يسوي اشياء كثير واذا حطيت اذا حطيته في مكان في اعدائك راح يوشوش عليهم الشاشات يصيرون ما يشوفون الماب او الخريطه اللي عندهم هذه الشاشه اللي على اليسار فنعم في اشياء كثيره زبدة انها رهيب مره فحاول انك ما تستخدمه الا في الضروره طيب في اللي بعده الرادار زي ما قلت لكم طبعا الرادار وال وال شو اسمه والاي ام بي هذه كلها تحط تطلع لك زي الدائره في الماب زي ما انتم شايفين بس يعني لها مسافه معينه هي تقريبا نفس الحجم الرادار والاي ام بي طيب الرادار زي ما تشوفون يعني هو هو بس يقعد يمكن فترة بسيطة كذا يمكن ما يقعد الا عشر ثواني وحوله بعدين يختفي بس يمديك تستخدمه كل شوي الحلو انه يكشف كل اللي داخل حتى المبنى واللي في اي مكان تحط فيه الرادار هذا طيب ننتقل للي على اليمين هذه اللي هو اللي اسمها السكن هذا حق طبعا هذا سكن سكان لل للمشاه وفي سكان للمركبات فسكان اسكان هذا يسوي زي المسح يمسح على الخريطه كلها ي, يعني يكشف لك كل المركبات اللي في الماب او يكشف لك كل ال, ال شو اسمه المشاه اللي في الماب فنعم طبعا بعض ال, بعض القدرات بس عشان تعرفون بعض الاشياء ما تقدر تستخدمها الا في الاعلام طبعا أنا اتكلم عن كانكوست في العاب ثانيه ما ادري عنها ما جربتها لكن هذه كانكوست نعم شوفوا هنا عندكم حتى الصاروخ هذا المسل طبعا هذا اللي على اليمين هذا المسل اه تستخدم بس طبعا لازم تاخذ العلم اللي في النص اللي هو دائما العلم في النص اللي هو البي طبعا ما جربت ما جربت الا ذا الماب ف يعني هو اللي شفت فيه المسل في مابات ثانية فيها اي سي 130 وزي كذا بس اي سي دي ما تستخدم أخويا يركبونه يعني زي اللي في في 3 طيب ما علينا هذا المسل تستخدمه انت لمسافة 30 متر بس الظاهر إيه مسافة انفجاره 30 متر يعني يعني لو تحط في مبنى بسيط مبنى كذا بيت ولا مبنى صغير راح ينسف كل اللي حوله راح يموتون كلهم حتى المركبات تتفجر قوي مرة فنعم ننتقل اللي بعده طبعا هذه اللي زي السهم بسيط هذا هذا عشان تأمر اخوياك تقدر تأمرهم هذا من اول ما يعني طبعا تشوف انت سكوادات على اليمين أه، عندك تشوفون السكوادات شباب القائمة السكوادات اللي يمديك تختار اي سكواد تبيه بعدين تضغط على نفس ال شو اسمه أه، الكابتن حق السكواد او ما ادري يسمونه القائد سكواد هذا هو اللي تضغط عليه انت بعدين يمديك أه، تأمره طبعا يجي الـ يجي, الـ يجي الامر بعدين يجي, الـ يجي الـ الامر اخوياه اللي معه يعني يدرون بعد ما يدري هو طبعا فانت تقدر تامره هو بعدين هو عادي يمشون معه عادي يشوفون أخوياه اللي معه في السكواد يشوفون الاوامر ما يشوفون الا متاخرين ف وشو انت تضغط عليه هو تقدر تختار المكان اللي تبي انت مثلا انه يروح له بيطلع لك خط بسيط كذا خط شفاف على انه بيروح المكان هذا فهو يجي الاوامر ويعرف طيب نروح لل اسمه الشنطه هذه اللي هي زي الباكج او ما ادري ايش يسمونها هاي الشنطه تنزلها انت عشان لو اخويك مثلا يحتاج انه والله يغير يبي يعبي ايمو يبي مثلا يغير كلاسه يبي يسوي اي شيء يغير سلاح يغير كل شيء مرة, مره مره مفيده هذه الشنطه طيب تقدر تحطها في اي وقت يحتاجونها طيب هذه عاد خلصنا منها آه اللي بعدها الدباب الدباب هذا ما في الا دباب بس ما يمكن يمكن مع الابديتات يمكن يغيرون يجيبون مركبة ثانيه يمديك تنزل دباب آه زي ما تنزل الشنطه يمديك تنزل دباب في مثلا خويك مثلا قاعد في مكان بعيد ما يقدر يصل منطقه بسرعه ويبيك مثلا او انت ممكن تعطيه الدباب هذا عشان يمديه يصل المنطقه هذه مثلا يسيطر عليها يعني زي كذا آه يمكن مع الابديتات راح يعدلونها يجيبون مركبات ثانيه طيب اذا ضغطت على طبعا ما قلت لكم عن هذه اذا ضغطت على واحد من المشاه او رؤساء السكواد دولي ما يسمون والكابتنز حقين سكواد اضغطت عليه يمديك يطلع لك شيئين زيادة شيء يطلع لك زي السهم هذا اللي تشوفونه ونجمة هذا طبعا يلفل الابيلتي او القدرات اللي عند السكواد يخليه يزود اسرع يعني يعطيه سرعة بسيطة والعلامة الصاعقة هذه هذه علشان مثلا واحد قاعد في مكان مهم المفروض انه يعني انت بواحد واحد مثلا يسيطر على منطقه وهو قاعد بالحاله اخوياه ماتوا كلهم فانت بتعطيه هذه القدره راح اه راح تخلي اخوياه يرص بدون وقت يعني على طول من اول ما من اومي يموت يقدر يرص بن عند اه خويه اللي في السكواد على طول يعني ما فيها وقت طيب طبعا قلت لكم هذه القائمة خلاص خلصناها هذه في النص، القائمة على اليمين قلت لكم سكوادات تقدر تختار تشوف سكوادات، تقدر تسمع سكوادات تسمع اللي, اللي يتكلمون معك سكواد، تقدر تتكلم معهم حتى وتأمورهم وزي كذا. آه نعم وتشوفون اللي على اليسار مكتوب عندكم سكين يو اي في، اي ام بي، هذه كلها تقريبا نفس اللي في اليمين، بس يعلمك إذا إذا استخدمتها كم يبيلك عشان يعني تقدر تعبي بعد ما تخلص، تعبي تعبي على اليمين. بعدين يقول لك انه خلاص صار عندك ال ام بي ولا صار عندك اليو اي في يعني يرجع من جديد تقدر تستخدمه من جديد فهذه اي صح أه بغيت انساها هذه شباب الابيلتي بعد اللي على اليسار أه تشوفونها هذه هذه أه القدرات اللي ممكن تسويها او الاشياء اللي ممكن تسويها أه بعد ما طبعا تكون عندك من الاول تكون مره فاضي الخط الاخضر هذا فاضي فانت كل ما تسوي رادار رادار او اكثر شيء يزود لك او احسن شيء يزود لك الرادار في اشياء كثير سويتها وساعدت فريقك تزود عندك بعدين تفتح لك الاشياء اللي موجوده هنا اذا استخدمت الاشياء اللي موجوده راح ينقص من جديد ويعني راح على هالحال يعني آه طيب وتشوفون الشاشه تحت على اليسار تقدر تشوف خويك لو انت مثلا يعني آه يعني مثلا تبي تشوف لو يعني مثلا تختار على خويك تضغط عليه ولا شيء تقدر تشوف شاشته وتعرف وين فيه بالضبط تقدر تشوف كل تحركاتهم طيب بس بنشوف القائمه اللي تحت اللي هي سلكت قلت لكم طبعا البي البي, البي... مو البي هاي هذه دي... الزوم تشوفون الزوم ان تحت في القائمه اللي تحت الزوم ان تقدر تقرب خلاص رأس... الانتر ثري دي فيو هذه يمديك تشوف الجو اوضح او تشوفه زي ما تقول ثري 3... يعني شو اقول لكم يعني يعني زي الحراري بس يعني تشوف على طبيعته كذا الجو على طبيعته كل شيء على طبيعته يعني تشوف كل شيء واضح ف طيب هذا كل اللي عندي هذا كل اللي موجود كان حتى اليو اي بي مديك تستخدمه بالضغطه واحده زي الار بي والاي ام e بي نفس الشيء لو تبي ضغطه يعني طيب طبعا في شيء كنت بتكلم عنه بنسيته اللي هو وش هو اللي كنت بتكلم عنه لا خلاص خلصنا نعم اذا يا شباب معليش على الحساب بس اي ش اي شيء ناقص ولا اي سؤال انا موجود آه، ان شاء الله عجبكم الفيديو هذا كل اللي كنت بشرحه اتوقع ان ان شاء الله يعني إن يكفي واذا ما يكفي اذا في شيء ناقص ولا كذا انا موجود انتم يا شباب ان شاء الله اني ما قصرت معكم ومشكور على كل شيء شباب و جزيلا على دعمكم صراحه ما تقصرون آه صح سحبت بس ما توقعت صراحه انكم يعني آه بستمرون معي فمشكورين يا شباب ان شاء الله عجبكم الفيديو <applause> ان شاء الله انكم فهمتوا الشرح فهمتوا كل اللي قلته امم ونعم لايك في اذا عجبكم وإذا اذا فهمتوا واذا ما فهمتوا عاد تعرفون انتم ايش تسوون لا يعني فلايك في وشير ما تقصرون وسبسكرايب او اشتركوا وانضموا لنا نحن ونعم سي يو لايتر في فيديو ثاني ان شاء الله و سلام